الراب ساعدني إني أعبر عن حالي وأحكي أشياء ما كنت بقدر أحكيها قبل، يعني أدافع مثلا عن الأشياء اللي بتصير زي قضية المرأة، قضية الحرية، قضية التهجير. يعني هو الراب يعني دايما كان يعرفني على الحقوق اللي أنا ما كنت أعرفها، حقوقي أنا وحقوق الناس أو حقوق الفلسطينية بشكل عام أو النساء الفلسطينيات. أنا بشوف إنه مؤسسة شروق كثير معطية حقوق للبنات وكثير معطية إنه يعني دور إلهم في موضوع، يعني في المواضيع والأشياء اللي بسووها والدورات والأشياء هاي. يعني زي عنا مثلا دورة الفوتوغرافي اللي كانت أساسا هي كلها بنات، لأنه هم كانوا بدهم يعطوا حق للبنات إنها تكون إلها دور في هذا المجتمع، يكون إلها دور في هذا الإشي إنها تقدر تسوي. زي مثلا الراب، فرقة الراب عنا كان كمان بنات، والكادين بيشتغلوا كمان هسه مع فرقة راب جديدة للبنات برضو عشان يطلعوا صوت المرأة ويخلوا المرأة قادرة إنها تطلع وتحكي يعني وتحكي عن حقوقها والأشياء اللي بتخليها إنها يعني زي إنها مهمشة. أو إنه أول إشي المرأة بتقدر تأخذ أدوار قيادية كثير في المجتمع، لأنه إحنا مجتمع أكثر ذكوري، وهذا الحكي غلط. لازم إحنا مش لازم نفرق بين الذكر والأنثى، لأن إيش بقدر يسوي الذكر هي برضو بتقدر تسوي الأنثى. على الدور القيادي اللي هي راح تسويه، راح تقدر تسوي كثير 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 شغلات مش متوقع منها، وهذا الإشي راح يكون كثير منيح وكثير، لأنه راح يغير كثير أفكار من الناس. كدبكة، وبالذات أني أنا في الدبكة أخذت دورة تدريب مدربين، فحالياً أنا برضو مساعدة مدرب، فإنه ممكن أقدر أعلمهم، ممكن أنا أقدر أعلمهم دبكة، ممكن أنه أنا أقدر أعلمهم راب. لو أنا ما كنتش داخلة مؤسسات ولو ما كنتش متعلمة بما فيه الكفاية، كان أنا ما كنت واقفة هون بحكي عن الأشياء اللي إحنا منعيشها. بغني راب وبدبك، فأنا مثلاً أنا بقدر أحكي للناس من خلال الراب أو أوصل رسالتي للناس إنه المرأة إلها دور قيادي وإلها الحق في المشاركة في أي إشي في المجتمع. كون في مؤسسة شروق صراحة بطلت خجولة، صار عندي ثقة في نفسي. يعني في بنات مرات بستحن يحكن إشي مثلاً قدام الناس، أو في بنات مثلاً ممكن يستحن يسوي الكعاد أنا بسويه، بستحن يحكن قدام الكاميرا أو إشي. الموسيقى مثلاً تقدر تخلينا نوصل فكرة للعالم، أو مثلاً نحكي عن نفسنا، نعطي ثقة لحالنا. مثلا الحين أنا لما دخلت مؤسسة شروق صرت أعرف كيف أنا أعبر عن حالي، أعرف أحكي الغلط اللي بصير، أوعي العالم على الإشي اللي بصير، يعني ممكن يردوا علي. مثلا المؤسسات بتعطيها مساحة، بتخليها تعلي صوتها، تحكي مشكلتها، تحكي الإشي اللي مخبيته. يعني لو هي بدون مؤسسة يعني ممكن ما حدش يسمعها.